الأديرة والكنائس مليانة أسلحة، مخازن أسلحة من جميع الأنواع. ونفسي حد ينكر كلامي ده وتقول لي لا أنت كذاب في اللي أنت بتقوله. إذا كان المسؤولين هم اللي عارفين الكلام ده. يعني أنا في أواخر السبعينات كنت رحت دير الأنبا بيشوي أنا ومجموعة الإخوة نزورهم يعني. وطلع لنا بكاريوس كان يعني راهب هناك وقعد يكلمنا. فالمهم أنا قلت له بعد ما خلص، قلت له يا بكاريوس أنا سمعت منك، انت ما سمعتش مننا. انا قلت اقيم عليه الحجه امام الله يعني. انا ان شاء الله عايز اجي لك هنا في الدير ويعني هشرح لك الاسلام واقول لك، وحاجه من الاثنين يا تطلع معايا انت مسلم يا هقعد انا معاك في الايه الدير ده مسيحي. قال لي اوكي، قلت له اوكي خلاص موافقين موافقين. وبعدين الاخوه قالوا لي لا ما فيش داعي تروح لان هيفهموك غلط وكده. المهم فما رحتش. وبقابل بقى شخصية كبيرة جدا جدا، عشان انا قلت احتراما بس للعهد يعني ان هو حلفني ما اقول اسمه. فبقول له يعني هو بيقول لي حتى ايه مالك ومال مكاريوس ومش، قلت له في ايه؟ قال لي مكاريوس جاي بيقول لنا عايز يرخص سلاح لانه في واحد ارهابي اسمه وجد غنيم بيقول له انا جاي لك في الدير وهطلع دينك في الدير. وقلت له والله ما حصل. قال لي ما انا عارف انه ما حصلش، انا عارفك كويس يعني. هو اللي بيقول لي والله دي أسلحة إيه اللي جاي عشان يرخصها؟ ما الدير كله أسلحة ومليان أسلحة. قلت له إيه ده؟ قال لي آه بس يعني أرجوك والله عليك ما تدوته. خلاص والله. إيه ده بيخش إزاي؟ قال لي بيخش مع التريلات بتاعة الأسمنت. في تريلات أسمنت داخلة وهي من بره أسمنت ومن جوه أسلحة. استأسدوا علينا، أنا عايز أسألهم بقى يا بتوع المحبة بتعملوا أسلحة في الأديرة ليه؟ ويا بتوع المباحث لو في مسدس مع واحد في مسجد بالله عليكم هتسيبوه؟ امال ساكتين ليه على الاسلحه اللي موجوده؟ استئساد، بيستأسدوا علينا. انت عايز استئساد اكتر من ان شنوده ابوهم شنوده لما حكم المحكمه صدر بيقول مش هنفذ حكم المحكمه، مش هنفذ حكم المحكمه. حد كلمه؟ حد قال له انت بتقول ايه؟ ها؟ واحد من الاقليات وعايش في مصر المسلمه في كنف الاسلام وفي كنف المسلمين وبيقول مش هنفذ احكام المحكمه، مش هنفذ حكم المحكمه، يعني هو اكبر من القانون، اكبر من القانون في مصر. ومين اللي يقدر يكلمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. باستئساد، بيستأسدوا علينا بالغرب كل شويه، المسيحيون، الاقليات المسلمه في مصر، وفي بقى المجرمون اللي اسمهم اقباط المهجر. أقباط المهجر اللي قاعدين كل شوية يقول لك أقباط المهجر أقباط المهجر أقباط المهجر، يعني عشان تعرف إنهم عملاء للكيان الصهيوني. كل الدنيا قامت على ضرب اليهود الصهاينة في فلسطين للسفينة مرمرة، أسطول الحرية اللي كانت جاية من تركيا، الوحيدين اللي أيدوا مع طبعا أمريكا يعني، الوحيدين اللي أيدوا اليهود الصهاينة في ضرب السفينة مرمرة كانوا اقباط المهجر اللي بيسموهم اقباط المهجر، اللي عمالين يضغطوا على مصر ويقول لك الحجاب في مصر كتر، وانتوا مالكم؟ انتوا مالكم الحجاب كتر؟ قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. زعلانين على ان الحجاب في مصر، الحمد لله الحجاب منتشر في مصر ومصر مسلمه الحمد لله من فضل الله. بيستأسدوا علينا بأقباط المهجر اللي عايزين يغيروا المادة الثانية من الدستور، المادة اللي بتقول الإسلام الدين الرسمي للدولة، الإسلام واللغة العربية والشريعة الإسلامية، عايزين يغيروها. شوية أقليات عايزين يتحكموا في الأكثرية اللي موجودة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبيقول لك إحنا لو حصل معانا أي حاجة هتيجي أمريكا تنقذنا. والله بحلف بالله ما هتلحقوا ولا هتعيشوا لغايه ما امريكا تيجي. وده الكلام ده لمصلحتكم ان كنتم تعقلون، ان كنتم تعقلون. تستأسدوا بامريكا وبالغرب ساعتكم، وهم عبال ما يجوا ينصروكم كان المسلمون جوه هيقول لكم جزاكم الله خير والله يديكم الصحه والعافيه. لا والله، لا والله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. استأسدوا علينا في بلادنا وسايبين بطرس المجرم في قبرص يسب ويلعن في الاسلام وفي المسلمين، والله واصلحنا ما مالناش دعوه بيه، مالناش علاقه بيه، والى اخره. لكن يمكن واحد يسال طب وايه السبب اللي بيعملوا كده يعني؟ ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ اللي خلاهم يعملوا كده احنا المسلمون للاسف، احنا الاتجاهات الاسلاميه للاسف اللي خلاناهم يعملوا كده.
وكل شويه اخواننا وحبايبنا ولا لا لا القران مش منطبق عليكم في حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. لا 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 ده انتم مواطنه، انتم دلوقتي بقيت اصحاب البلد كمان معانا. طب يا اخويا خد على قفاك ان شاء الله، وادي ركبوا دلدلوا رجليهم، ادي ركبوا مدلدلوا رجليهم. اخت مسلمه تروح الازهر علشان تعلن اسلامها، تتخطف من بلد مسلمه ممن يسمى الازهر اللي هو قلعه الاسلام. الله يرحمك يا شيخ كشك، الازهر الذي كان شريفا، الذي كان شريفا، فين العمم؟ فين المشايخ؟ يطلعوا يعملوا مظاهره ويقفوا يقولوا ازاي اخت مسلمه تخطف من بيننا، اخت مسلمه ترد الى المشركين يفتنونها في دينها والعياذ بالله. فين؟ لكن السبب احنا ليه ما بنطبقش احكام الاسلام؟ مكسوفين من الدين. الايات والاحاديث اللي قلتها في اول كلامي يمكن انا على يقين بعض المسلمين، والله مره بنسمع عنها، والله مره بنسمع عن الايات والاحاديث دي، لان ما بنطبقش اسلام، ما بنطبقش دين، ما بنطبقش شريعه اسلاميه. الله تبارك وتعالى وضح ان احكامه هي اللي تطبق ودينه هو اللي يطبق. اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه يمشي. قال لا، مصر مسلمة فتحها سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا ولما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر أنقذ النصارى اللي موجودين في مصر من اضطهاد الرومان الصليبيون زيهم. والتاريخ اقروا التاريخ. ولذلك لما ربنا أعز مصر بالإسلام، أعز مصر بالإسلام، خدوا حريتهم وخدوا حقهم وخدوا وضعهم، لأن الإسلام دين الحرية، الاسلام دين العزة. سيدنا ربيعي بن عامر قدام رستم بيقول له ايه؟ لما بيقول له من انتم في معركة القادسية سنة 15 هجرية، بيقول له من انتم؟ قال نحن قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. شوفوا الكلام، نخرج العباد من عبادة العباد. مفيش عندنا كهنوت في الإسلام، لا، مفيش واحد لابس لي ذهب ومترصع لي بذهب وشعبه مش لاقي ياكل ولا ها؟ هو اللي بيقول يأتينا المال من أوروبا أكثر مما نطلب. يبقى نحن قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن جور الأديان اللي كانوا بيظلموكم الرومان وزلمكم وأعزكم الإسلام، إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الإسلام الذي أعز الله تبارك وتعالى به مصر المسلمين.